السلام عليكم. ميدياكات يقدم لكم درس تعليمي حول كيفية إعداد المودم تي بي لينك ليشتغل كراوتر للاتصال بإنترنت مع كيفية إعداد وحماية الشبكة اللاسلكية. الجزء الأول: كيفية إعداد المودم كراوتر مع إعداد الشبكة اللاسلكية وحمايتها. رجاءً الانتباه جيداً وشكراً. قم بإدخال الأعيبية التالي ثم انقر هنا للدخول إلى واجهة برنامج المودم. أدخل اسم المستخدم أدمين وكلمة المرور أدمين للدخول إلى واجهة برنامج المودم، ثم انقر على OK. انقر فوق Quick Start ثم فوق Run Wizard. اضغط على زور Next. اضغط هنا لفتح القائمة واختر منطقة الوقت المناسبة لك. اضغط على Next. قم باختيار وضع الاتصال ليشتغل كراوتر. اضغط على Next. ادخل هنا اسم المستخدم وكلمة المرور التي تستعملها للاتصال بالإنترنت. ادخل هنا ألفي BA وألفي CA المناسب لمزود الإنترنت الخاص بك. قم باختيار نوع الاتصال كما هو موضح. اضغط على Next. نمر الآن إلى إعداد الويفي وتأمينه. ضع اسم للشبكة اللاسلكية. انقر هنا لفتح القائمة التي تحتوي على أنواع التشفيرات. اختر التشفير الموضح في الفقاعة. اضغط على Next. ادخل مفتاح حماية الشبكة. اضغط على Next. اضغط على Next. اضغط على Close. الجزء الثاني: سنشرح كيفية فتح منافذ المودم للتطبيقات التي تعمل كسيرفر. ميدياكات يرجو منكم الانتباه وشكرا. اضغط وصلة Advanced Setup ثم على وصلة النات. اختر Virtual Server. اختر جميع المنافذ. يجب عليك أن تكون على علم بأرقام منافذ التطبيقات، فكل تطبيق له منافذ خاصة به. اضغط هنا لحفظ الإعدادات. اضغط على وصلة DDNS. يمكنك إنشاء اسم نطاق فرعي مجانا في هذا الموقع. وفي النهاية اضغط هنا لحفظ الإعدادات. لقد وصلنا إلى نهاية هذا الدرس التعليمي. نتمنى أن يكون هذا المجهود قد أعانكم على فهم كيفية إعداد المودم. رجاءً لا تبخلوا بآرائكم في منتدى ميدياكات، والسلام عليكم.